أستاذ حمزة شحاتة رحمه الله يقول الرجولة عماد الخلق الفاضل، ولذلك تركي له مواقف رجولية مع كثير جدا من الإعلاميين والإعلاميات، في الذين أنا أعرف التي أنا أعرفها كثيرة جدا والتي لا أعرفها ربما أكثر، ومعي أنا شخصيا يعني كان يعني يمارس أو يقدم مواقف رجولية بدون إشهار. يعني أنا علمت عن مواقفه معي من جهات أخرى ومن أشخاص آخرين وليس منه.